اللي غنقول لك مراه عاديه، راه مراه تحب خلق الله كامل من الصغير والكبير، كل شيء تيبغيها، كل شيء تيحبها، كتبغي الصغير والكبير، كتستدعي مع الصغير والكبير، الوليدات الصغار الكبار، وليداتنا، صحاباتهم، الجيران، كل شيء تيحبها، كل شيء تيبغيها بالكرام ديالها. لا اللي جا عندها دخل الدار كتكرمو احسن كرام، وما عمرها ما عمرها غبشات في شي واحد، واخا تكون واصله فيها الجدر عمرها غبشات في شي، ديما البسمه في وجهها. واحد المراه ما غنقول خرج نوصف تنشبع، وشت الماوات، راه عندي صحاباتي عندهم ماوات وشت الماوات تايد، ما كاينش بحال هاد الام. انا تنقول اجمل ام في العالم وفي الدنيا كامله هي امي، احلى ام في الدنيا كامله هي امي، احن ام في الدنيا كامله هي امي. الله يرحمها، الله يوسعها عليها ضيقات القبر، والله يثبتها في هذا النهار، الله يثبت لها في السؤال، الله يثبتها، الله يثبتها، والله يجعلها الجنة من نصيبها، الله يعطيها القصور في الجنة كما كرمات الناس وكما كتسعد الناس وكتضحك في وجه الناس. الله يجعل سيد ربي يكرمها، الله يجعل سيد ربي ينعم عليها بالجنة ونعيمها. يا ربي راه رب الله اللي عالم، الله اللي عالم هاد المرأة هادي شنو كدير للناس، كتكرمهم تتحبهم تتبغي الصغير والكبير. عباد الله حتى واحد وشي ما تلقاش شي حد اللي يقول لك هاد المرأة هادي أداتنا، الصغير والكبير، الجيران كلهم، الحباب، الحباب كلهم تيشكروها، كلهم 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 الصغير والكبير. تكون جارتنا الحمد لله، ما عمرها غبشات في وجه شي حد، دائما ضحكة، دائما ماي الجامع، اللي يدخل عندها الدار كتكرمو، ماي الجامع اللي جا عندها ودق بابها وشكى عليها كتكرمو وتسمع له، وما عمرها غبشات في شي حد ولا عمرها اذات شي حد. ورب الحمد لله يا ربي، ربي عطاها وربي خداها، وحنا راضيين بحكم الله، الحمد لله، لله الحمد والشكر، راضيين بحكم الله، راضيين بحكم الله.